ما بيشان أول أغاني نقدر نسوي نقوم نغني نقوم نسوي هالشي هذا بس ما يخلون نقول لا حرام لا ما بيشي حرام كل شيء له حدوده طبعا من بداية التحرير عملنا على تنظيم أنفسنا كإدارة مرأة في الرقة ونعمل على تنظيم جميع النساء في البداية قمنا بتنظيم أنفسنا تخيل بيوم من الأيام أن أكون إدارة مرأة أو أعمل في مجال إداري أو سياسي أو أي مجال كان سوى البيت صراحة هذا حلم لم يكن بوسعي أن حتى أحلم به حالياً برنامجنا الأساسي هو برنامج الدعم المجتمعي كون نحن مؤسسة قائمة على خدمة المجتمع فبرنامجنا برنامج الدعم المجتمعي يقوم على دعم العوائل الفقيرة ضمن المجتمع أولاً وآخراً من أجل خدمة أهالي مدينة الرقة فمتى ما أثبتت المرأة وجودها ودورها في الحياة هذا إن كان يدل على أن هناك مساواة وعدل وهناك مشروع أخلاقي صدقاً يعني بمشاعر صادقة أقولها من كل قلبي المرأة أصبحت تعرف ما هو تاريخها التي وصلنا إليها اليوم من تحرر فكري من قيم من أخلاق من مبادئ من النيل لحقوقنا كاملة